احنا عايزين بس نرجع لورا 10 سنين كده، ماشي، واعرف منكو. طبعا انتوا 10 شباب تمام اللي اسستوا الموقع، عايز تمام اعرف منكو ليه عملتوا، ليه عمل الفكره جات لكم منين؟ يعني ليه ركزتوا في ان يبقى الموقع عليه الانشادات والتلاوات والكلام ده كله؟ والله الفكرة بدأت إنه عاوزين نعمل حاجة تضم كل الناس اللي احنا بنسمعهم. طبعا كسمع بدأت من وأنا صغير أسمع عادي زي أي حد. بدأت بعد كده لما دخلنا في النت شوية بدأت أبحث وأدور على المشايخ اللي أنا بسمعهم. فوصلنا لمرحلة إنه أنا عاوز بقى أجمع كل الكلام ده في مكان واحد وبشكل يعني يكون إيه كويس. تطور بقى الموضوع من ان انا عاوز اعمل حاجه لان انا انفذ بقى. وكان طبعا يعني اكتر حد بيشجعني اخويا الله يرحمه الاكبر. و يعني الفكره بدات تقريبا في 2010 اتنفذت في 2011. ما شاء الله. بدانا كده يعني بصفحه وجروب على الفيسبوك وبدانا بقى ننطلق الى ما شاء الله ما احنا عليه.